النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. طاهري يناقش مشروع اللائحة في ندوة الأعضاء بفرع الجزيرة. 10 حافلة تنقل أعضاء زايد للتصويت على اللائحة. ومنتخب المحليين يواجه المغرب الليلة. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يعقد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد قليل ندوة موسعة لأعضاء النادي بفرع الجزيرة لعرض مشروع لائحة النظام الأساسي الخاص بالقلعة الحمراء. وكان المهندس محمود طاهر قد عقد ندوة لأعضاء فرع الشيخ زايد مساء أمس الخميس وشهدت حضورا مميزا من جانب الأعضاء. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من فرع الجزيرة. كريم أهلا بيك. ليك يا فيروز طبعا وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان لليوم الثاني طبعا على التوالي، والندوات الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي لشرح بعض الامور الخاصه بلائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، وايضا بعض الوجوه المختلفه طبعا في اللائحه الاسترشاديه الصادره من اللجنه الاولمبيه. لكن قبل ما نتطرق طبعا لبعض الامور الخاصه باللائحه، يسعدنا طبعا في هذه اللحظات يكون معانا اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده اللواء، طبعا عايز ارجع معاك امبارح، يمكن كان ندوه رائعه ومميزه وكان فيها استفاده كبيره جدا في الشيخ زايد، والنهارده كمان اليوم الثاني على التوالي بالنسبه للندوات. توعيه كبيره مطلوبه من مجلس اداره النادي الاهلي، وفي اعضاء يمكن كثير جدا قروا اللائحه واستفادوا بشكل كبير جدا فيها وبيحاولوا يناقشوا بشكل مميز. قول لي النهارده شايف الندوات دي من وجهه نظرك شايفها ازاي من مجلس اداره النادي الاهلي؟ شوف حضرتك، هو اللائحه موجوده في النادي يعني سواء هنا او في الشيخ زايد او في مدينه نصر، الناس بتقراها. في بعض التساؤلات، لان في حاجات ممكن يكون يعني اللي بيقراها مش متعمق قوي في اللوائح فبيبقى عايز يستفسر. الحقيقه امبارح الاسئله كلها كانت مفيده جدا للاعضاء، في حاجات كانت غايبه عنهم يعني الباشمهندس محمود طاهر وضحها، وبالتالي الندوات دي اللي عنده استفسار او عنده اي تساؤل في اللائحه او في حاجه، ما هو برضو احنا بشر طبعا، جايز يكون في حد هيضيف حاجه، ما فيش ما يمنع يعني الاعضاء او حد الناس اللي عايشه في جوه النادي في الجنينه ممكن يبقوا يضيفوا حاجه، فهي مفيده اعتقد للاعضاء جدا جدا، وفي نفس الوقت تقارب مع مجلس اداره، الناس تقدر تفهم مجلس اداره بيفكر ازاي، رئيس مجلس اداره بيفكر ازاي. وهي في الاخر وفي الاول الموضوع كله معمول لصالح النادي مش لصالح المجلس دلوقتي او اللي جاي او اللي بعديه، لا هو لصالح الاعضاء، ولذلك هم لابد هم نفسهم يجوا يقرروا اللي هم عايزينه، يقرروا لائحتهم، ما حدش يحط لائحه للنادي الاهلي ايا ما كان. يعني زي ما كلنا عارفين انه اول لائحه لينا سنه 1909 اللي ما كانش فيه لائحه في مصر، ما فيش اي حاجه. فاعضاء النادي الاهلي لابد انهم يحضروا ندوات ويحضروا ان شاء الله في التصويت باذن الله. كمان من خلال يمكن لقاءاتنا مع الاعضاء، يمكن الاعضاء على وعي كبير جدا وبيقولوا ان النادي الاهلي يومين ده تيسير على الاعضاء وغير مخالف للقانونين واللوائح، وكمان يمكن حق الجمعيه العموميه وحق الاعضاء ان هم يوضعوا لائحتهم الاساسيه، وده اكيد حق يعني لعضو النادي الاهلي. انت بتقرا ازاي ده يا سياده اللواء؟ هو الحقيقه انا بس مستغرب شويه من حاجه، يعني هو المفروض ان الدوله كلها ماشيه نحو تيسير على المواطنين. طب انا بيأثر على اعضائي، هي مشكله فين؟ او مين هيضار من ان انا اعملها على يومين عشان تقدر الناس كلها تحضر؟ انت كلفتني ب 12500 ماشي حاضر، انما سيبني بقى ياثر على اعضائي، سيبني ان الناس اللي ساكنه في مدينه نصر ما تلزمهمش ان هم لازم يجوا لغايه الجزيره يوم الجمعه ويبقى ال 12500 في منطقه مروريه زي ما حضرتك عارف عامله ازاي؟ طب انا بيأثر على الناس دي؟ طب انت ايه اللي يديرك؟ مش مهم مين اللي مضار بقى او يدعي انه مضار، لا يعني انا برسل اعضائي، فبعتقد ان ده حق لاعضاء النادي الاهلي مش حق لينا، حق لاعضاء النادي الاهلي عليا وعلى مجلس ادارتي ان احنا نيسر لهم نقدم لهم كل التيسيرات. احنا بالنسبه لنا جوه الاماكن التصويت بنحاول نيسر على قد ما نقدر، او يعني حطينا كل الظروف اللي تسمح للعضو ان هو يخش ويخرج بسهوله، انه يصوت بسرعه، انه ما يتاخرش، عايز يمشي يمشي. طب انا مش فاهم هو ايه الخطأ في ده؟
مش قادر افهمه يعني. انا من لغايه دلوقتي مش فاهم. وطلبنا لو في نص قانوني بيقول ان انا ما اقدرش اعملها على يومين، احنا خلاص حاضر على يوم واحد، بس ما عنديش نص بيقول كده. اذا في نص قانوني بيقول ان مدينه نصر دي فرع، حد يطلعه لي. احنا انا عندي جواب من 2015 بيقول ان مدينه نصر والجزيره سواء، مقر واحد. طب فين المشكله؟ انا مش عارف فين المشكله الحقيقه. اخيرا يمكن لو بكلمك على اعضاء الجمعيه العموميه 25 و26، الوجود مطلوب الموافقه ورفض، لكن لابد طبعا من التواجد، واللي انا بقول لك عليه ان الوعي الكبير لدى اعضاء النادي الاهلي ده اللي بنور عليه يا سياده اللواء. بص حضرتك، هو النادي الاهلي كله هو كيان واحد، سواء فرق رياضيه سواء اعضاء. عايزك كده بس زي ما الناس بتتكلم في الكوره، والدقيقه 89 والدقيقه 90، هي دلوقتي بقت الدقيقه 121، ده انجاز اخر يعني. هو ده نفس وضع الاعضاء النادي الاهلي، لما بيحسوا ان النادي محتاجهم ما بيتاخروش. وانا شخصيا براهن على اكتر من 12 ونص يعني، انا براهن على ده ان اعضاء النادي الاهلي لا، بدل النادي محتاجهم لا هتلاقيهم موجودين. زي الانتخابات اللي فاتت كنا قربنا على 20,000، لان الناس جايه عايزه تقول رايها، عايزه انها تختار ناس معينه يعني لهم وجهه نظر معينه، وبالتالي هم هيجوا، لانه مش ما حدش هيفرض عليهم لائحه تتغير كل نص ساعة، لأن اللائحة الاستشارية برضه، عشان دي نقطة خطيرة جدا. بالظبط. إنها لو اتطبقت هتبقى دي لائحة النادي الأهلي اللي هو في أي وقت عايز يغير فيها حاجة يغيرها، وحضرتك هتشربها. أرجوكم تعالوا الجمعية، احضروا الجمعية وحددوا مصيركم ومصير ناديكم. الناس اللي موجودة دلوقتي ماشية بكرة، كلنا ماشيين بكرة بعض، وفي ناس ثانية جاية، لكن هنطلع من مكاتبنا ننزل نقعد في الجنينة، لينا حقوق وانتوا لكم حقوق، تعالوا خدوها، انتوا تاخدوا حقوقكم. كمان يا سياده اللواء، يمكن عايز ارجع تاني لزايد، كان في يمكن الاسئله كمان الموجهه والناس اللي كانت بتشرح، وعي كبير جدا من اعضاء الشيخ زايد وكل طبعا اعضاء النادي الاهلي اعضاء واحدين، ما فيش حاجه اسمها الشيخ زايد ومدينه نصر والنادي الاهلي الجزيره، لكن يدل على اول يوم في الندوه في وعي كبير وفي شراسه كمان في الكلام، لان الناس بتدافع عن حقوق النادي الاهلي من وجهه نظر اعضاء النادي الاهلي. بالظبط. وبعدين هي برضو يعني حضرتك هتاخدنا في حته ثانيه، انه برضو ما هو الضرر في حق اعضاء الشيخ زايد بعد حصولهم على حكم قضائي ان هم لهم حق التصويت؟ ما اعرفش هو الضرر ده هيقع على مين. طيب انت عايزني حضرتك ان انا اخالف الحكم القضائي، طب حضراتكم ما خالفتوش الحكم القضائي ليه وحليته مجلس اداره؟ طيب ما هو للاستقرار ما كنتش حليت مجلس اداره ده اللي جه منتخب باغلبيه مطلقه، طب انت حليته ليه؟ بتنافس الحكم القضائي على عيني وراسي، ماشي واحنا نمتثل لده، طب وانا دلوقتي ما نافستش الحكم ليه؟ اللي مش عايز ينفذ الحكم يبعت جواب رسمي ويتحمل مسؤوليته قدام الدولة، لكن طول ما أنا عندي حكم قضائي أنا عندي جواب برضه من مدير الشباب والرياضة بيقول نفذ الأحكام القضائية، أنا هنفذها. فمش عارف إزاي يبطل برضه إن أعضاء الشيخ زايد لما يعني يبقى لهم حق التصويت إن ده هيبطل الجمعية، على أساس إيه مش عارف برضه. أشكرك طبعا ست اللي هو، كل تمنياتنا طبعا بالتوفيق لأعضاء الجمعية العمومية لاختيار لائحتهم الأساسية الخاصة بالنادي الأهلي. إن شاء الله ربنا يكرمنا. وبرضه تاني أعضاء النادي الأهلي أعضاء الجمعية العمومية، من فضلكم احضروا، انتوا اللي تحددوا مصيركم جوه النادي. شكرا كل شكرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي على اللقاء هذا. زي ما بنقول يمكن النهارده يمكن الندوه الثانيه لليوم الثاني على التوالي، وعي كبير بنقول طبعا من اعضاء النادي الاهلي لاختيار لائحتهم الاساسيه ولائحه النظام الاساسي. النهارده كمان هيكون في شرح بالنسبه للمهندس محمود طاهر على اوجه الاختلاف والمقارنه طبعا بين اللائحه الاسترشاديه الخاصه باللجنه الاولمبيه، وزي ما شرحنا قبل كده طبعا هي بعض الامور وبعض البنود والنقاط الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي اللي مختلف عليها بشكل كبير. اكيد هنكون مستمرين معاكم كمان، ويمكن هينضم لنا دلوقتي الاستاذ الصحفي طبعا الاستاذ شمال البرشيني. طبعا برحب بيك في البدايه، وعايز اكلمك طبعا على حضورك النهارده بالنسبه طبعا لندوه المهندس محمود طاهر لشرح اللائحه، وانت كمان قريتي اللائحه وتعليق عليها ايه، وشايفه الهجوم الشديد على مجلس الاداره الفتره اللي فاتت ده ازاي؟ انا شايفه ان اصلا قانون الرياضه اتاح لكل الانديه ان هي تعمل لوائح بتاعتها لو هي مش موافقه على اللائحه الاسترشاديه، واظن بعض الانديه اوريدي اقرت لوائح، فانا مش شايفه ان في اي مشكله النادي الاهلي يقر لائحته. يعني انا يعني يدي فرصه يعني الناس تدي بس فرصه، الاعلام يدي فرصه للاعضاء ان هي تقول رايها ان هي تقرر لائحتها، وانا مش شايفه ان في اي مشاكل، ولازم طبعا نيجي نحضر عشان خاطر النادي مش عشان خاطر اي حاجه ولا اي اشخاص. يعني شايفه ان حق اصيل عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بالثلاث فروع هو له الحق الاصيل في اختيار لائحته او اختيار اي شيء داخل النادي الاهلي وليس فرد من اي جهه اخرى. طبعا يعني ده المفروض ان قانون الرياضه اتغير وقال لك كل. كان معنا زميل كريم احمد وراس لقناه النادي الاهلي من فرع الجزيره في التحضيرات لندوه المهندس
محمود طاهر والتي تعقد بعد قليل. شكرا لي ولضيوفه. شهدت ندوة المهندس محمود طاهر والتي عقدت مساء أمس تفاعلا واضحا من جانب أعضاء النادي، وكانت الندوة شاهدة على إصرار الأعضاء على الحضور بقوة يومي 25 و26 من أجل تصويت على لائحة النظام الأساسي. التفاصيل في التقرير التالي. أنا عايز أقول أول حاجة، اللائحة دي برضو ما هياش منزلة من السماء. اللائحة دي بنحطها علشان تبقى أساس للوائح أخرى. احنا في مادة خطيرة جدا في اللائحة، بغض النظر عن اللائحة، اللائحة ممكن نختلف ونتفق عليها، انما احنا كان بيحكمنا القانون ان احنا يبقى عندنا اللائحة دي مطابقة للقانون وهو ما وضعناه، وهو ده القامات القانونية اللي كانت موجودة في اللجنة اللي حطت اللائحة، بالإضافة إلى اللائحة اللي كانت محطوطة من المجلس السابق في 2014، كلها حاجات متفق عليها، إنما احنا كنا بنحاول نتفق على إنه تبقى مطابقة أو غير مخالفة للقانون الجديد بتاع الرياضة في مصر، فاحنا تأكدنا من ذلك. ممكن يبقى في بنود عاجبة ناس وفي بنود مش عاجبة ناس، وفي حاجات ممكن نختلف عليها. الحتة الخطيرة جدا اللي احنا بنتكلم فيها أساسا اللي هو تحديد النصاب بتاع الجمعية العمومية، وتحديد نصاب الجمعية العمومية ده للأسف أعطي قانونا للجنة الأولمبية، إلا لو غيرنا اللائحة وحطينا النصاب القانوني اللي احنا نراه كنادي أهلي يكون كويس ويكون معقول بالنسبة للجمعية العمومية أو الجمعية العمومية غير العادية، وده اللي غيرناه فعلا وحاطينه هنا. هناك خلافات أساسية بنتكلم فيها، خلاف أنه يكون مصري الجنسية من يرشح نفسه، خلاف أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية وليس أعفي منها بحكم محكمة، أعفي منها طبقا للقانون. نمرة ثلاثة، أن يكون مؤهل عالي. احنا في النادي الأهلي ليس إقلالا من أي مؤهل متوسط، إنما احنا بنعتبر أنه من يدير النادي الأهلي ومن يدير منظومة بحجم النادي الأهلي لابد أن يكون عنده حد أدنى من العلم بالإدارة وحد أدنى تعليمي يؤهله أن يكون في مجلس إدارة أو رئيس مجلس إدارة للنادي الأهلي. دي نقاط خلافية احنا مصرين عليها. في نقاط أخرى احنا حطناها في اللائحة، زي مثلا عدد أعضاء مجلس الإدارة. اللجنة الأولمبية حاطة بتقول أنه 12 عضو مجلس إدارة، احنا بنقول أنه 9. واحنا لما بنقول 9 بنبقى شايفين ظروف النادي، ومرينا بظروف في الثلاث سنين اللي فاتوا هذا المجلس، ودي السنة الرابعة، بتخلينا ننقل خبرتنا، وبنقول انه المجلس كل ما عدده كان موائم، ما بقولش ولا كبير ولا صغير، انما احنا بنقول 12 ده هيبقى رقم كبير جدا. في هذه الحالة المجالس هتبقى غير منتجة، فعشان المجلس يبقى منتج اقترحنا انه هو يبقى 9، رئيس ونائب رئيس وامين صندوق واربع اعضاء واثنين تحت السن. هذا الكلام احنا شايفين من واقع خبرتنا وبننقله للناس كلها، بنقول ان هو ده العدد القادر على ادارة النادي الاهلي. حاجات بقى تانية مختلفة، زي ما كانش عندي في اللائحة الاسترشادية ان انا اقدر اتعاقد مع حاجات كتير هنقولها دلوقتي في النقاش، انما اخطر ما في موضوع هذه اللائحة هو النصاب القانوني للجمعية العمومية والجمعية العمومية غير العادية. لو لم يتم الموافقة على لائحة النادي اللي حاططها النادي بمستشارين قانونيين، هتبقى اللائحة الاسترشادية ملزمة، وهذه اللائحة الاسترشادية من وجهة نظرنا هتبقى مشكلة كبيرة جدا في تطبيقها داخل النادي الأهلي. علشان كده احنا بنقول انه النصاب القانوني اللي حطاه اللجنة الأولمبية لا يتناسب خالص مع تغيير. احنا بنحط لبنة رئيسية للائحة، وبعد كده اي مجلس ادارة يجي هيبقى عنده من القدرة انه لما يجمع 4000 عضو او 3000 عضو يقدروا يزودوا بنود او يشيلوا بنود غير مناسبة، وهو ده اللي بنتكلم فيه. القانون ملوش دعوة بالفروع غير في بند واحد، اعطى الاندية حق ان هي تنشئ فروع واحال للائحة. طيب، في بعض الأسئلة أنا يعني إلى الآن لم أتلقى ولن أتلقى أي ردود عليها.
القانون في مواد إصداره حدد في المادة السابعة، حدد في المادة السابعة الفترة اللي هي فترة الفراغ التشريعي اللي من 1/6 ل 31 أغسطس. أي لائحة بتطبق؟ أي لائحة بتطبق؟ يا سادة، اللائحة اللي يجب أن تطبق في هذه الفترة طبقا لنصوص القانون والمادة السابعة من مواد الإصدار هذا القانون هي لائحة 929 لسنة 2013 وليس اللائحة الاستفزازية. هذه اللائحة هي كيان صلصالي ميت لا تدب فيه الروح إلا إذا الجمعية، للأسف الاجتماع الخاص يوم 25 و26 لا قدر الله ما اكتملش. اسمحوا لي في البداية طبعا أوجه تحية لمجلس الإدارة مرتين. المرة الأولى إن هو احترم عضو النادي الأهلي وجه لغاية عنده عشان يناقش اللائحة، إدى العضو حقه وطرح الفرصة للجميع أن يشارك وأن يستفسر وأن يبادر بتقديم اقتراحات. التحية الثانية لموجهة لمجلس الإدارة لأنه امتثل لتنفيذ حكم قضائي بات خاص بأعضاء النادي الأهلي في فرع زايد رغم الضغوط الشديدة اللي بتمارس عليه لعدم تنفيذ هذا الحكم. فدي تحية واجبة الأول نوجهها لمجلس الإدارة. وبعدين التحية الأخرى هوجهها لأعضاء النادي الأهلي في فرع الشيخ زايد اللي صبروا وصبروا وأصروا على حقهم المشروع لحد ما استطاعوا الحصول عليه بحكم قضائي، فأنا بحييهم فعلا على هذه المثابرة وبهنيهم على الحصول على هذا الحق. لكن هذا الحق بيرتبط بيه واجب من ناحية أخرى. أهم الواجبات المرتبطة بهذا الحق هو الحرص على المشاركة في صياغة مستقبل هذا الصرح العريق. النادي الأهلي في منعطف حد من تاريخه. طول عمر النادي الأهلي واخدين، أنا عضو في النادي الأهلي من أكثر من 40 سنة. خدت العضوية عن والدي. طول عمرنا في النادي الأهلي واخدين النادي الأهلي بيقود ولا يقاد. ما ينفعش النادي الأهلي يا جماعة يقاد من الخارج إطلاقا. النادي الأهلي النهاردة بيتعرض إلى فرض وصايا عليه من الخارج. وبالعودة للأخبار من جديد، أعلن اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي تخصيص 10 حافلات لنقل أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد للتصويت على لائحة النظام الأساسي والمحدد لها يومي 25 و26 أغسطس الجاري بمقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر. وأوضح شمس أن تحرك الحافلات سيتم وفقا لجدول زمني كل 30 دقيقة على مدار اليومين المحددين لاجتماع الجمعية العمومية للتصويت على لائحة النظام الأساسي. وشدد شمس على أن مثل هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التنفيذية للتيسير على أعضاء الجمعية العمومية بفرع نادي الشيخ زايد للتصويت على حقهم في تحديد لائحة النظام الأساسي للنادي. وإلى أخبار الفريق الأول، حيث حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري يوم 5 سبتمبر المقبل موعدا للتجربة الودية الثانية والتي يخوضها الفريق الأحمر خلال معسكره المقرر إقامته بمدينة تكتوبر على أن يتم تحديد طرفها في اليومين المقبلين. وسيخوض الأهلي يوم 30 أغسطس لقاء ودي أمام فريق النصر ثم تجربة أخرى يوم 5 سبتمبر في إطار استعداداته للموسم الجديد للدوري، بالإضافة إلى مواجهة الترجي المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا. وحصل لاعبي الفريق على راحة لمدة أسبوع عقب التتويج بكأس مصر بالفوز على المصري بهدفين لهدف يوم الثلاثاء الماضي. وافق الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري على طلب النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق بتمديد إجازته في بلاده لمدة 3 أيام إضافية، ويعود أجايي من نيجيريا يوم الخميس المقبل للانتظام في معسكر الفريق الأحمر والمقرر أن ينطلق يوم 26 أغسطس الجاري في مدينة 6 أكتوبر. وشارك أجايي في فوز الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء الماضي.
وصل الثنائي سعد سمير وكريم ندفد لاعبي الاهلي التدريبات التاهيليه من اجل اللحاق بلقاء الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر المقبل في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. وخاض الثنائي تدريبات تاهيليه للتخلص من الاصابه، حيث يعاني ندفد من شد في العضله الخلفيه ويشكو سعد اصابه في العضله الاماميه. غادر فريق الأهلي تحت 16 عام إلى مدينة راس البر في دمياط من أجل إقامة معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد. وتنطلق بطولة الجمهورية منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويخوض الفريق الأحمر عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد، ويقود الأهلي المدير الفني محمد شرف ويساعده نيجيري إسحاق أول. يخوض منتخب المحليين مواجهة قوية ضد مضيفه المغربي في 9 مساء اليوم الجمعة في مباراة الإياب ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالإسكندرية بالتعادل 1-1، وخاض المنتخب نيرانه الأخير مساء أمس الخميس على ملعب مولاي عبدالله والذي ستقام عليه مباراة الغد. وانتهى الاجتماع الفني للمباراة إلى ارتداء المنتخب المصري الزي الأبيض. اطمأن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر على حالة أحمد حسن كوكا المحترف في صفوف سبورتينغ براغا البرتغالي، وذلك عقب إصابته بجرح فوق العين في مباراة فريقه في تصفيات الدوري الأوروبي. وأجرى الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمود أبو العلا اتصالا باللاعب للاطمئنان على حالته وجاهزيته لمباراتي أوغندا في تصفيات كأس العالم. وقال الجهاز الطبي للمنتخب إن اللاعب جاهز لخوض المباراتين، حيث تم وضع غرز في مكان الإصابة والتي تعرض لها في المباراة التي فاز بها فريقه بهدفين مقابل هدف. عبر محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي عن سعادته بالانضمام للمنتخب الوطني خلال معسكر الفريق استعدادا لمواجهتي أوغندا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018. وقال عواد إنه يتمنى المشاركة أساسيا وتحقيق شيء إيجابي مع المنتخب في المرحلة القادمة خلال لقائي أوغندا. وانضم عواد للمنتخب الوطني لأول مرة منذ قدوم الأرجنتيني كوبر وتعيينه مديرا فنيا للمنتخب. أنهى الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة خالد الاتفاق مع أندية أسوان المقاولون ودمنهور وإنبي من أجل إقامة 4 مباريات ودية للفريق في معسكره المقام بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية. ومن المقرر أن يبدأ طنطا مبارياته الودية أمام أسوان بعد غد الأحد على أن يلاقي المقاولون بعدها بثلاثة أيام، ثم يلتقي فريق دمنهور ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة إنبي في ختام معسكره المقام بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية. وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين 3 أيام راحة سلبية عقب معسكر الإسكندرية قبل بداية المرحلة الثالثة والأخيرة من فترة الإعداد والتي ستبدأ عقب إجازة عيد الأضحى باستاد طنطا بعد الإصلاحات والتي شهدها ملعب النادي. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة
بطير بحلمي وعندي هدف. أنا أنت. فاز الفريق الأول لكرة اليد الرجال بالنادي الأهلي على فريق الجزيرة بنتيجة 33-21 في المباراة الودية والتي جمعت الفريقين استعدادا للموسم الجديد. وقدم الفريق عرضا قويا تحت قيادة الكابتن عاصم حماد المدير الفني، ونجح في الفوز بالمباراة بعدما دفع الجهاز الفني بالعديد من اللاعبين لتجهيزهم للموسم المقبل. أما في كرة السلة فقد فاز منتخب مصر لسيدات كرة السلة على منتخب الكونغو الديمقراطية 99-82 في افتتاح بطولة أفريقيا للسيدات والمقامة حاليا بمالي. المباراة جاءت قوية وشهدت ندية في البداية قبل أن تشهد سيطرة لمنتخبنا، ويلتقي منتخب مصر مع غينيا غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثانية، ويتأهل البطل والوصيف إلى بطولة العالم للسيدات والمقرر إقامتها في أسبانيا في سبتمبر من العام المقبل. يفتتح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة بطولة كأس العالم للشباب لكرة الطائرة تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر بمجمع الصلاة المغطى بستاد القاهرة الدولي. يشهد حفل الافتتاح طابور عرض للمنتخبات المشاركة في البطولة وفقرات فنية للفنان هشام عباس والفنانة الشابة أميرة رضا. تقام البطولة في الفترة من 18 وحتى 25 من أغسطس الجاري، ويشارك في البطولة 12 منتخب، ويستهل المنتخب مبارياته في البطولة بمواجهة اليابان في 9 مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الأولى من منافسات البطولة. وإلى متابعة نجومنا خارج الحدود، والبداية من السعودية حيث انضم اللاعب المصري حسام غالي الكابيتانو إلى قائمة فريقه النصر السعودي لخوض مباراة اليوم أمام فريق الاتفاق ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري السعودي الممتاز. وانضم غالي إلى صفوف النصر بعد الموافقة على رحيله من النادي الأهلي تقديرا لمشواره الكبير، وحصل غالي على شارة القيادة الخاصة بالنصر السعودي فور إتمام التعاقد. وإلى جنوب أفريقيا حيث اجتاز عمرو جمال مهاجم الأهلي سابق الكشف الطبي والذي خضع له صباح اليوم الجمعة بنادي بيدفست الجنوب أفريقي والذي تعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعادة. ومن المنتظر تقديم صفقة عمرو جمال رسميا لوسائل الإعلام في جنوب أفريقيا غدا السبت على أن يعود اللاعب مجددا لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة أوغندا في التصفيات الأفريقية والمؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا. وسجل عمرو جمال هدفا قاتل الثلاثاء الماضي تعادل به الأهلي مع المصري في نهائي كأس مصر قبل أن يسجل أحمد فتحي هدف الفوز القاتل الأحمر ويتوج به الأخير بطلا للكأس. وإلى الدوري الإنجليزي حيث أشاد ستيف بروس المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي بأداء لاعب الفريق المصري أحمد المحمد. وقال بروس: لم أقابل في مسيرتي التدريبية لاعب يمتلك روح قتالية مثل المحمدي، ولذلك كنت مصرا على ضمه لأستون فيلا
وأضاف بروس أنه رغم إصابة المحمدي في المباراة السابقة للفريق وحصوله على 30 غرزة في الفم إلا أنه يرغب في المشاركة في المباراة المقبلة. ذكرت صحيفة صن البريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل في منافسة مع غريمه أرسنال لضم لاعب موناكو الفرنسي توماس ليمر. وقالت الصحيفة أن أرسنال قد اتفق مع اللاعب في وقت سابق مع شروطه الشخصية للانضمام إلى الفريق اللندني، إلا أن مغالاة ناديه موناكو في المطالبة المادية أغلقت باب إتمام الصفقة. ويجهز مانشستر يونايتد عرضا قيمته 55 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب والبالغ من العمر 22 عام. قالت صحيفة ميرور البريطانية أن ليفربول الإنجليزي هو الفريق الأقرب للحصول على خدمات الدولي الألماني جوليان دراكسلر جناح باريس سان جيرمان الفرنسي. وكان أوناي أمري مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي قد أخبر دراكسلر بأنه لن يحصل على فرصة مناسبة للمشاركة بعد انضمام البرازيلي نيمار وحاجة النادي لبيع عدد من اللاعبين من أجل الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف. وأضافت الصحيفة أن دراكسلر سيكون خير تعويض للرحيل المحتمل البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة والذي يضغط على ليفربول من أجل ضم اللاعب البرازيلي. أكد توني فولس مدرب ويست بروميتش الإنجليزي أنه لا يصدق كل الأخبار والتي تتحدث عن رغبة مانشستر سيتي في ضم مدافع فريقه جوني إيفانز. وقال فولس في تصريحات نقلتها الصحف البريطانية أنه لن يقتنع بكل ما يقال عن لاعبه إلا عندما يصل عرضا رسميا لإدارة النادي. وأضاف فولس أنه لا يريد رحيل أي لاعب من فريقه مع بداية الموسم لرغبته في تحقيق مركز متقدم في الدوري الإنجليزي. تنطلق بعد قليل في ألمانيا أولى مباريات الموسم الجديد ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، حيث يلتقي فريق بايرن ميونخ مع فريق باير ليفركوزن بملعب أليانز أرينا في 8:30 مساء. ويسعى الفريق البافاري حامل اللقب لتحقيق الفوز في أولى مبارياته وحصد أولى 3 نقاط في مشواره للحفاظ على اللقب تحت قيادة المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، مستغلا عاملي الأرض والجمهور. كما تنطلق في 8:15 مباريات الدوري الأسباني لكرة القدم بلقاء فريقي ليجانيس مع ديبورتيفو ألافيس، وتقام المباراة الثانية في 10:15 بين فريقي فالنسيا مع لاس بالماس. ونطير إلى أسبانيا، حيث أكدت تقارير صحفية أسبانية أن برشلونة يرغب في تعويض رحيل مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن طريق التعاقد مع أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. ويسعى برشلونة إلى امتصاص غضب جماهيره بعد البداية السيئة للموسم بعد الهزيمة أمام ريال مدريد ذهابا وإيابا في كأس السوبر الإسباني بنتيجة 5-1. وأشارت التقارير إلى رغبة أوناي أمري مدرب باريس سان جيرمان في الاستغناء عن خدمات النجم الأرجنتيني، خاصة بعد التعاقد مع نيمار من برشلونة في صفقة قياسية كلفت النادي الفرنسي 222 مليون يورو. قال
دييغو كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي أنه لم يتفق حتى الآن مع ناديه السابق أتلتيكو مدريد من أجل العودة إليه في الموسم الجاي. وأضاف كوستا في تصريحات صحفية أن رحيله عن تشيلسي أصبح واقعاً وأنه ينتظر فقط التوصل إلى اتفاق مع نادي آخر من أجل الانتقال إليه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في نهاية الشهر الجاري. ولم يفصح كوستا عن اسم ناديه الجديد حيث اكتفى بذكر أنه سيرحل عن ناديه الحالي بعد دخوله في أزمات عديدة مع إدارة النادي والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار. حسام غالي: أحلم للفراعنة بالمونديال ولا يدرك قيمة الفانيلا الحمراء إلا من يرتديها. ونقرأ في الجمهورية: السعيد يجدد عقده مع الأهلي. أما في الوفد فالأهلي يطلب اللعب على استاد القاهرة في الدوري الجديد. ومن المصري اليوم: رئيس الأهلي 10 قضاة يشرفون على عمومية النادي. أما في الوطن سبورت فمؤمن زكريا يحتفل بزفاف شقيقته. وفي الدستور: البدري أحمد فتحي نموذج لمركز الظهير المميز. ومن البوابة نيوز: باسم علي يقضي إجازته في دبي. ونقرأ في موقع فيتو: أحمد أيوب الأهلي قدم موسما استثنائيا وتطلع للأفضل. وموقع دوت مصر: الأهلي يحذر الأجانب من التأخر في العودة للقاهرة. وأخيرا موقع الأهلي دوت كوم: أجيه أنا في غاية السعادة مع الأهلي وهدفنا القادم أفريقيا. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.